أصبح ركاب الترام في مدينة الإسكندرية المصرية يتمتعون بخدمات فندقية خلال انتقالاتهم بعد إجراء عمليات تطوير وتحديث للخدمة العامة التي توصف بأنها تاريخية. ويقول مسؤولون إن العربات الجديدة تقدم خدمات متميزة في مقابل زيادة أسعار خدمات وسائل النقل ولمكافحة الازدحام المروري. وبإمكان الركاب الاستمتاع بمشاهدة شاشات الكريستال السائل LCD وقراءة الصحف أو تناول الطعام جالسين على موائد على متن عربات الترام. ولا حاجه